بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا بالفيديو السابق تقريبا كان بتحدث عن الجزء النظري لمادة الفيرست. الحين مادة الفيرست في الجزء النظري على الأغلب ممكن يجي فيها في الامتحان سؤال أو سؤالين بعلامتين أو 4 علامات، بحيث لو ما أجا في مادة الفيرست، يعني ممكن يجي وممكن ما يجي، راح يعوضوهن في مادة الفاينل اللي هو بيجيبوا أسئلة نظرية على مادة الفيرست. الآن بدنا مثلا أسئلة على مادة الفيرست بشكل نظري، اللي هو بحيث لما نتابع جروب تسلا تيم على الفيسبوك راح نوفر هاي الأسئلة جميعها إن شاء الله. الآن راح نتكلم عن الجزء العملي تقريبا اللي هو مكمل للجزء النظري. طيب تمام، الحين في عندي للديود، في عندي للديود حالتين. أول حالة للديود لما يكون عندي، أول حالة للديود لما يكون عندي من نوع الايديال، ثاني نوع اللي هو ايش؟ البراكتيكال. طيب كيف يعني لما يكون ايديال وكيف يعني لما يكون براكتيكال؟ الحين الايديال، في حالة الايديال او في حالة البراكتيكال نفس الشيء، يقسموا الى قسمين، قسم او حالة الفورورد او الحالة الثانية اللي هي الريفيرس. وايضا كمان البراكتيكال فورورد او الريفيرس. هسه الديود من نوع براكتيكال، ديود من نوع براكتيكال يكون هذا الديود مطبق عليه جهد، وعليه ايضا جهد عتبة الثيرمال فولتج. اما الايديال ديود فما عليه ثيرمال فولتج، ما عليه ثيرمال فولتج. طيب شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم اثناء الاستعمال. يعني لو كان عندي ديود من نوع ايديال في حالة الفورورد، في حالة الفورورد يعمل الديود، يعمل الديود كايش؟ كدائرة شو؟ شورت سيركت، كدائرة شورت سيركت. يعني بصير الديود بدل ما هو في هذا الشكل بصير بهذا الشكل. شورت سيركت. طيب لو كان عندي ديود من نوع ايديال في حالة الريفيرس، يعمل الديود كايش في الحالة هاي؟ اوبن سيركت. كدائرة اوبن سيركت. يعني بدل ما هو الديود بهذه الحالة بصير الديود بهذا الشكل، اوبن سيركت. طيب تمام، هسه نوع البراكتيكال. لو كان عندي ديود من نوع براكتيكال مطبق عليه ثيرمال فولتج في حالة فورورد، في حالة الفورورد يعمل او مش يعمل، بعوض محل الديود ببطارية، ببطارية قيمتها قيمتها نفس قيمة الثيرمال فولتج او جهد العتبة، او جهد العتبة. يعني بتصير بهذا الشكل، بطارية عليها جهد العتبة نفسه تبع الديود.
طيب تمام. طبعا مع الأسئلة راح نشوف كيف حالة ideal أو practical، راح نشوف كيف الفورورد وراح نشوف كيف الريفيرس. آخر حالة لما يكون عندي ديود من نوع practical، في حالة الريفيرس نفس الايديال يعمل الديود ك open circuit، ك open circuit. حالة الريفيرس نفس الشيء open circuit. طيب تمام، حكينا فورورد، حكينا ريفيرس، حكينا فورورد، حكينا ريفيرس، بس ما عرفت كيف بدي أعرف إذا كان الديود ريفيرس أو فورورد. طيب تمام، كيف بدي أعرف إذا كان الديود فورورد أو ريفيرس؟ طيب لو كان عندي دائرة دارة بهذا الشكل، تتكون من بطارية وديود، سمينا هذا الجزء A، سمينا هذا الجزء C. كانت هاي البطارية عليها جهد، كانت هذه البطارية عليها جهد، هذا قطب موجب وهذا قطب السالب. طيب تم ملاحظة، تيار الديود، تيار الديود من A إلى C، من A إلى C، يعني تيار الديود يكون بهذا الشكل. اثنين، تيار البطارية يخرج من الجزء الموجب، يخرج من الجزء الموجب، يعني تيار البطارية راح يكون بهذا الشكل، يخرج من الجزء الموجب، يخرج من الجزء الموجب داخل بالجزء السالب. شو بفيدني الحكي هاي؟ الفورورد، حالة الفورورد إذا كان تيار الديود وتيار البطارية بنفس الاتجاه، بنفس الاتجاه، بتكون هاي الحالة إيش اسمها؟ فورورد. تكون هاي الحالة اسمها حالة الفورورد. طيب تكون هاي حالة الفورورد. لو عكسنا أقطاب البطارية أو عكسنا الديود، نعكس أقطاب البطارية، صارت نيجاتيف بوزيتيف عليها فولت، وهنا عندي ديود بهذا الشكل، هذا جزء سميناه A وهذا الجزء سميناه C. حكينا انه تيار الديود يكون من ال A الى C، وتيار البطارية يخرج من الجزء الموجب، يخرج من الجزء الموجب. في هذه الحالة إذا كان تيار الديود وتيار البطارية متعاكسات، بتكون هاي الحالة إيش اسمها؟ ريفيرس. تكون هاي الحالة اسمها حالة الريفيرس.
طيب تمام. قبل ما ناخذ اي مثال او منبلش بالامثله، قبل ما اخذ اي مثال وابلش بالامثله، كيف بدي اعرف اذا كان الديود شغال ولا طافي؟ يعني كيف بدي، كيف بدي احدد إذا كان الديود on ولا off؟ طيب في عندي شرطين إذا كان الديود on أو off. إذا كان on لازم يتحقق كلا الشرطين، لازم يتحقق كلا الشرطين، وإذا كان off لازم يختل شرط واحد، لازم يختل شرط واحد. أول شرط من شروط الديود إذا كان on يجب أن يكون، يعني الديود في حالة الفورورد، في حالة الفورورد. ثاني إشي يجب أن يكون، يجب أن يكون الابلايد فولتج، اكبر هذا الجهد المطبق، الجهد المطبق يجب ان يكون اكبر من الثيرمال فولتج. مع المثال راح نشوف شو يعني الحكي اللي حكينا. طيب تمام. ناخذ مثال بسيط. نوضح اللي حكيناه كامل. طيب تمام. عندي دائرة بهذا الشكل، عندي جهد وعندي ديود وعندي مقاومة 30 فولت، وهي 1 كيلو أوم، وهنا حط لي إيش الجهد الخارج اللي هو الفي أوت، الفي أوت أو مرات بنسميه إيش، أو يعني برمزوا له في إيش، هيك بدائرة صغيرة في أوت، في أوت. حكالي في المثال إنه افرض إن الديود، هذا الديود من نوع الايديال، اوجد لي الجهد في اوت، اوجد لي التيار، هون مش محددينه، اوجد لي تيار الاي، تيار الاي او نفسه تيار الديود، تيار الديود كمان. طيب نشوف كيف راح نحل. اول اشي راح اعمله او انت راح تعمله دائما، راح تشوف اذا كان الديود فورورد ولا ريفرس، فورورد ولا ريفرس. زي ما حكينا من شوي في طرق تحديد اذا كان الديود فورورد ولا ريفرس عن طريق ايش، التيار، عن طريق التيار. تيار الديود في هذه الحالة لو سمينا هذا الجزء A وهذا C، فانه بنلاحظ انه تيار الديود راح يكون بهذا الشكل، راح يكون بهذا الشكل. شو بنلاحظ؟ انه تيار البطارية الخارج من الموجب بعكس تيار الديود. اذا في هذه الحالة هذا الديود بيكون ايش؟ ريفيرس. واذا كان ريفيرس، واذا كان ريفيرس شو حكينا؟ عشان يكون اون لازم يتحقق، لازم يتحققوا كلا الشرطين. في هذه الحالة ايش كان؟ ريفيرس. اذا بيكون اوف، بيكون اوف. شو يعني اوف حكينا؟ يعني بيكون اوبن سيركت،
open circuit. إذا بنتذكر ديود من نوع الايديال، في حالة الريفيرس خلاص على طول open circuit. open circuit فبتصير بالدائرة، فبتصير الدائرة بهذا الشكل open circuit. أي 30 فولت عن التيار، وهي 1 كيلو أوم، وهنا طالبني إيش ال V out. طيب هسا إحنا بنعرف من السيركت 1 إذا كان عندي دائرة، إذا كان عندي دارة open circuit شو بكون التيار؟ يكون التيار صفر، يكون التيار صفر. طيب تمام، الحين كيف بدنا نجيب ال V out؟ ال V out، ال V out هون هي نفس شو اللي هي جهد المقاومة. جهد المقاومة V R يساوي التيار اللي ماشي فيها I في المقاومة قيمتها R، في المقاومة R. هسا التيار عندنا كم؟ تيار صفر ضرب أي إشي وتساوي إيش؟ صفر، وتساوي صفر. طيب مثال آخر، الحين بالمثال هذا نفس المثال اللي فوقه، ولكن إذا بنلاحظ إيش الديود بشكل عكس، معكوس الديود. طيب تمام، نفس خطوات الحل، نفس خطوات الحل. أول إشي بدنا نشوف إذا كان، أول إشي نشوف إذا كان الديود، إذا كان الديود فورورد ولا ريفيرس. حكى لي الديود من نوع الايديال، حكى لي الديود من نوع الايديال. تمام، أوجد لي الفي اوت والاي اوت، أوجد لي الاي. الحين التيار اللي ماشي في الديود خلاص بشكل تلقائي راح يكون بهذا الشكل، التيار بهذا الشكل، تيار الديود وتيار البطارية بنفس إيش؟ بنفس الاتجاه، إذا فورورد. وحكينا سابقا، حكينا سابقا انه الديود من نوع ايديال كان فورورد يعمل ايش؟ الديود كشورت سيركت، يعمل كشورت سيركت، يعني بتصير الدارة بهذا الشكل. شورت سيركت اي 1 كيلو، وهي 30 فولت، وهي التيار، وهون ايش؟ ال V out، وهون ال V out. حكى لي نفس المطالب السابقة، بده ال V out وبده ال I out. لحتى اجيب ال V out، لحتى اجيب ال V out ايش؟ اللي هو جهد المقاومة، وجهد المقاومة زي ما حكينا اللي هو التيار في ايش؟ في المقاومة. التيار مش معي، اذا ما اجيب التيار بالاول، التيار، التيار شو يساوي التيار؟ أو كيف بدنا نجيب التيار؟ بمشي لوب سيركت 1، بمشي لوب، لوب بهذا الشكل، ناقص 30 هون، ناقص 30 زائد المقاومة 1 كيلو في التيار وتساوي صفر. التيار I، التيار اي شو بيساوي في الحالة هاي؟ 30 على 1 كيلو، وتساوي 30 ملي امبير، الكيلو طلعت فوق صارت ملي. تمام، الحين ال في اوت حكينا هي نفس ال في ار، هي نفس ال في ار، فبتكون 1 كيلو في التيار 30 ملي وتساوي 30 فولت، وتساوي 30 فولت. طيب مثال آخر، مثال آخر نفس المثال السابق، ولكن حكينا هون إنه الديود في هذه الحالة، الديود في هذه الحالة من نوع سيليكون، من نوع السيليكون.
طيب راح نشوف كيف. سولف الحل. أول إشي حكينا بدنا نشوف إذا كان الديت فورورد ولا ريفرس. في هذه الحالة الديت شو؟ الديت فورورد. طيب عشان تكون بطريقة أسرع إنك كيف تعرف إنك كانت إذا كان الديت فورورد ولا ريفرس، يعني شغال أون ولا أوف، أو آسف فورورد ولا ريفرس، لازم شوف كيف طريقة أسرع. شوف هون خلاص على طول طالع من الموجب داخل في ايش، اعتبره بالمثلث اللي هو ايش جزء البي تايب. خلاص على طول التيار هذا فورورد، هذا فورورد على طول فورورد. هسا حكينا لما يكون عندي ثيرمال فولتج او لما يكون من نوع السيليكون، فانه هذا الجزء راح يكون نوع براكتيكال لانه عليه ثيرمال فولتج. السيليكون عليه ثيرمال فولتج اللي حكينا عنهم حفظ، وقيمه السيليكون كم حكينا؟ حكينا 0.7. هسه اذا كان عندي دايود من نوع براكتيكال وحاله الفورورد، بعوض محل الدايود ببطاريه قيمتها ايش؟ جهد العتبه. ولكن قبل ما اعوض بمحلها ببطاريه، شرط اني اعوض محلها ببطارية، لازم جهد الابلايد فولتج اللي هو الجهد المطبق لازم يكون اكبر من جهد السيليكون. كيف يعني؟ كيف يعني؟ اذا بنلاحظ هون عندي ايش 30 فولت، هاي ال 30 فولت تيارها ماشي بهذا الشكل هيك خارج من الموجب داخل في السالب زي هيك. طيب تمام، هون عندي ايش 30 فولت، هاي تيار بهذا الشكل تمام، هاي 30 فولت. اذا بتتذكروا حكينا لحتى يصير الديود اون اول اشي حكينا فورورد، خلاص فورورد تمام. ثاني اشي لازم يكون الجهد المطبق اللي هي هاي 30 فولت اكبر من جهد العتبة. طيب جهد العتبة للسيليكون كم؟ جهد العتبة للسيليكون كم حكينا؟ هذول من الحفظ 0.7 فولت. الآن الشرط الثاني لحتى يتحقق الابلايد فولتج 30 فولت، يجب أن تكون أكبر من جهد العتبة لحتى يشتغل الديود. في هذه الحالة إيش بكون الديود؟ أون. بكون الديود أون. إذن اتحققوا عندي الشرطين، شرط الفورورد وشرط الجهد المطبق أكبر من جهد العتبة. في هاي الحالة إيش؟ بعوض محله ببطارية قيمتها إيش؟ جهد العتبة اللي هو 0.7، فبتصير الدارة بهذا الشكل البي تايب وهذا الإن تايب. هون الجزء الموجب هون الجزء السالب، البطارية بهذا الشكل بتكون، إنه البوزيتيف هون مع البوزيتيف هون بتصير لأنها فورورد، مع المقاومة هي 30 وهي 1 كيلو، هاي بتصير قيمتها 0.7 زي ما حكينا. وهان الفي أوت هذا هو التيار. اول مطلوب قال ايش؟ بدي الفي اوت، بده الفي اوت. الفي اوت هي نفسها ايش؟ اللي هي الجهد المقاومه، اللي هو نفسه جهد المقاومه. جهد المقاومه في اوت يساوي اي في ار، وتساوي الحين قبل انا ما معي التيار، كيف بدي اجيب التيار؟ بمشي لوب ناقص 30 زائد ناقص 30 زائد ايش؟ 0.7 زائد 1 كيلو. 1 كيلو في ايش؟ 1 كيلو في التيار ويساوي 0. التيار اي تساوي 30 ناقص 0.7 على 1 كيلو. لا تنسى الكيلو لأنها إيش؟ إذا كان الامتحان ضع دائرة راح يجيب لك خيار في كيلو وفي ملي وفي ميجا ومايكرو،
يعني لا تخربط ولا تنساها. تمام، فبتطلع 29.3 ملي أمبير، فاصلة ثلاث ملي أمبير، معي التيار ومعي قيمة المقاومة، فبتطلع الفولت 29.3 ملي في 1 كيلو، 29.3 فولت، لأنه ملي مع كيلو بتروح، لأنه ملي مع الكيلو بتروح. آخر مطلوب قال بدي الباور على الديود، بدي الباور على الديود. قانون الباور بنعرفه كلنا، اللي هو V في I، جهدها معروف 0.7 ضرب التيار اللي أنا طلعته هسه 29.3 ملي. اضرب القيمة وشوف كم بتطلع معك، اضرب القيمة وشوف كم بتطلع معك توجدها. طيب تمام، ناخذ مثال ثاني نصعبها شوي. أو قبل المثال، قبل المثال خلينا نتعرف على إشي مهم جدا، اللي هو جهد النقطة. نتعرف على إشي مهم واللي هو جهد النقطة. طيب تمام، جهد النقطة راح تمر تقريبا بنسبة 90% في جميع الأمثلة اللي راح تيجي حاليا. كيف راح نتعامل مع جهد بهذا الشكل؟ كيف راح نتعامل مع جهد بهذا الشكل؟ طيب تمام، لو كانت عندي جزء من دائرة بهذا الشكل، أو دائرة بهذا الشكل، كيف راح أتعامل معها؟ أو كيف راح أمشي فيها لوب؟ كيف راح أبسطها للنظر؟ إنه كيف راح أمشي فيها لوب اللي بحيث يسهل لي علي، بتسهلها علي. طيب تمام، أول إشي هاي النقطة جهدها 9 فولت. إذا كان هاي بدك تحفظها، إذا كان جهد النقطة موجب، جهد النقطة موجب، بعوض محلها ببطارية جزءها الموجب مع الدائرة، مع الدارة. كيف يعني؟ يعني بتكون بهذا الشكل، بعوض هيك وبكمل الدارة. هذا جراوند، هذا الجراوند، وبتصير قيمتها 9 فولت. إذا كانت بوزيتيف جهد النقطة، إذا كانت بوزيتيف فإنه الجزء الموجب للبطارية بيكون مع الدارة، بيكون مع الدارة. لو إجينا نبسطها عشان نعرف نمشي فيها لوب بشكل أسهل لقدام، بس تتعود على حل الأسئلة راح تخليها زي ما هي، بحيث إنك بتصير متمرس في حل الأسئلة، راح تخليها زي ما هي وتحل عليها. طيب لو عملنا لها ايش؟ سيركت اناليسيس، بحيث ايش؟ تسهل عليك انك تمشي لوب. فبتصير بهذا الشكل، انه هون في عندي جراوند اصلا، فبصير الجراوند هذا مع الجراوند هذا هم جراوند واحد، ما في اثنين، جراوند جراوند واحد هم. فبتصير هاي هاي، لو لفيناها هيك، لو هيك ما هي سلك عادي، بتلفوا بهذا الشكل، بتصير بهذا الشكل. بعد هيك موصولات ببعض، هيك بتصير بشكل أسهل. هاي طبعا 9 فولت، هيك بتصير بشكل مثل الأمثلة اللي استعملناهم من شوي. طيب لو كان جهد النقطة، لو كان جهد النقطة سالب بنفس الطريقة، ولكن الجزء السالب مع إيش؟ مع الدارة. الجزء السالب مع الدارة، يعني بتصير بهذا الشكل. طبعا ناقص 9 فولت، هون بتحطها 9 فولت. الإشارة فقط حددت لي إيش؟ الأقطاب للبطارية، فقط حددت لي أقطاب البطارية. بتكمل الدارة، ولو عملنا لها سيركت أناليسز بتصير بهذا الشكل.
بتصير بهذا الشكل، وهي 9 فولت. هون بدها بتلاحظ هاي الجزء السالب مع الدارة، وهون الجزء الموجب مع الدارة. طيب خلينا نصعبها شوي، خلينا نصعبها شوي. هون لو كانت هذه عندي مثلا ناقص 4 فولت، لو كانت عندي ناقص 4 فولت كيف راح اتعامل معها بهذا الشكل؟ كانت مثلا هاي عندي 5 فولت، هون عندي الفي اوت، خلاص هذه ايش الجزء السالب، نتعدى عن الخطوة هاي ونعملها سيركت اناليسز على طول، بحيث ايش تسهل فيها ايش النظر. فراح تصير بهذا الشكل، هذا الجزء السالب جهد نقطة قيمته سالب، فبيكون الجزء السالب للبطارية مع الدارة. لو هذا السلك هاي هيك من الجزء هان من هون، لو عكسناها لتحت هيك، لو هيك عكسناها لتحت، فراح تصير بهذا الشكل، الجزء السالب مع الدارة، الجزء السالب مع الدارة، وهاي الديود بتصير هيك، هذا الديود بصير هيك. تخيلها راح تشوف، راح تلاقيها صح مع المقاومة، مع المقاومة، وهون وصلنا للنقطة هاي، النقطة هاي هاي جاهزة، برسمها زي ما هي. طبعا هاي 4 فولت وهاي 5 فولت، هذا كمان جاهزة، ديود مقاومة النقطة هاي، وهذه كمان جاهزة مقاومة مع ديود مقاومة، وعندي ايش الجراوند، وهون عندي جراوند، وهون عندي اصلا جراوند، هون بظل عندي ايش الفي اوت. هاي بتقدر تخليها هيك عادي، وعادي بتقدر توصلها مع بعض هيك، بتصير ايش بلها ايش جراوند واحد، بس جراوند واحد لو بدك توصلها. فصارت ايش سيركت اناليسز سهلة بالنظر، سهل تطبق عليها لوب فولتج ديفايدر نود فولتج ميثود، او تطبق عليها اي شيء. ناخذ مثال ونطبق هذا الحكي، ناخذ مثال ونطبق هذا الحكي. طيب اكزامبل، تمام. الان عندي اذا بتلاحظوا نقطة نقطتين فولتج، عندي جهدين. طيب في الحالة هاي لما يكون عندي 2 جهد، لما يكون عندي جهدين بوجد محصلة الجهد لإلهن، محصلة الجهد لإلهن، ويكون اتجاه التيار، ويكون اتجاه التيار في محصلة ايش الجهد. كيف نجيب محصلة الجهد في هاي الحالة؟ هون في الحالة هاي هون مثلا لو هيك بشكل شفاف رسمنا ايش الاثنين فولت، حكينا الجزء الموجب، الجزء الموجب بيكون ايش مع الدارة، الجزء الموجب بيكون مع الدارة، يعني كيف التيار، يعني هيك التيار. طيب الواحد فولت هاي، الواحد فولت هاي بنفس الطريقة هيك، الجزء الموجب مع الدارة، والجزء السالب بالعكس، يكون التيار بهذا الاتجاه. اذا عندي 2 فولت زي هيك، وعندي 1 فولت زي هيك، المحصلة تعيتهم كيف راح تكون؟ المحصلة تعيتهم بتكون باتجاه الأكبر، تصير 2 ناقص 1، 1 فولت باتجاه ايش؟ باتجاه الأكبر. اذا التيار، التيار راح يكون ماشي بهذا الاتجاه، التيار راح يكون ماشي بهذا الاتجاه. طيب تمام، هالحين عندي ديود، هي خلاص صارت كأنها نقطة واحدة، التيار من هون، بجيب ايش اذا كان، بشوف اذا كان الديود فورورد ولا ريفيرس، بشوف اذا كان الديود فورورد ولا ريفيرس، وبعدين بشوف انه الجهد المطبق اكبر من جهد العتبة ولا لا، عشان اشوف اذا الديود شغال ولا لا. طيب اول اشي
التيار داخل هيك معناته شو؟ فورورد، معناته فورورد. هسا الواحد فولت، هسا هاي سيليكون، السيليكون 0.7، الواحد فولت أكبر من 0.7، إذن الديود أون، الديود أون في هذه الحالة. ليش؟ واحد فورورد، اثنين الجهد المطبق اللي هو الواحد فولت أكبر من إيش؟ جهد العتب 0.7. خلاص الحين إيش؟ بقدر أحل زي ما هي هيك السيركت، وبقدر أبسطها. لو بسطناها بتصير بهذا الشكل. هاي الديود، هاي الديود، تمام. إذا بتلاحظ الفي أوت هون، الفي أوت هون هو نفس الفولتج لهاي، هو نفس يعني للجزء هذا، وهو نفس الفولتج للجزء هذا. يعني بتصير الدارة بهذا الشكل. لو عملت المقاومة هيك، الواحد فولت لو جبته هون وصلت الدارة بهذا الشكل، والفي أوت صارت هون، الفي أوت صارت هون هيك، موجب سالب. هاي هيك ما اختلفنا اشي، بس ترتيب الفولتج هون هو نفس الفولتج على المقاومة والبطارية. هاي الفولتج هون هو نفس الفولتج على المقاومة والبطارية. طيب تمام، هاي 1 كيلو، هاي 1، وهاي 2، هاي 2 كيلو، وهاي حكينا اللي هي الديود، والتيار حسب محصلة الفولت بهذا الشكل. فايند الفي اوت والاي اوت. اول شيء عشان نجيب الفي اوت بدنا التيار الاي اوت. كيف نجيب التيار؟ امشي لوب، امشي لوب بهذا الشكل، لوب، امشي لوب. سالب 2 سالب 2 زائد المقاومة هاي 2 كيلو في التيار، زائد 0.7 زائد 1 كيلو في التيار الاي اوت طبعا، زائد 1 فولت ويساوي 0، ويساوي 0. التيار، تيار الاي اوت ايش بيساوي؟ التيار في هذه الحالة ايش بيساوي؟ انجل 2 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 1 ناقص 0.7 ناقص 0.7 على 1 كيلو زائد 2 كيلو، بطلع معي 1/3 ملي أمبير، 1/3 ملي أمبير. طيب تمام، الحين كيف بدنا نجيب الفي أوت؟ الفي أوت هون هي نفسها الفولتج على المقاومة مع إيش؟ مع الواحد فولت هاي، مع الواحد فولت هاي. كيف نجيبها؟ امشي لوب، امشي لوب، امشي لوب هيك او لوب هيك. بس بدك تراعي ايش؟ انه التيار هون جاي هيك، التيار ماشي هيك، بدك تراعي تطبيق التيار واشاراته. امشي مع التيار بهذا الشكل، امشي مع التيار. 1 كيلو في التيار 3 ملي زائد داخله في البوزيتيف 1. امشي هيك هسا، هيك اللوب احنا مشيناه، ناقص الفي اوت يساوي 0، ومنه الفي اوت يساوي الكيلو مع الملي بتروح، لانه الكيلو 10^3 والملي 10^-3 بيروحوا مع بعض. 1/3 زائد 1، فبتطلع تساوي 1 + 3/3 وتساوي 4/3 فولت، 4/3 فولت. طيب ناخذ مثال ثاني بشكل اسرع، ناخذ مثال ثاني. طيب الحين
لو كان عندي اثنين ديود، لو كان عندي اثنين ديود، نفس الحالات السابقة ولكن نورجيكم أكثر من حالة. كانت هاي مثلا عندي سيليكون، وهاي كانت عندي جرمانيوم. لو كانت عندي جرمانيوم، الحين عندي تو ديود. في الحالة هاي عندي تو ديود. لما يكون عندي تو ديود بعاملهم كأنهم ديود واحد. كيف يعني؟ الحين قال لك في الإكزامبل افرض إنه V1 تساوي 0.7. في الحالة الأولى افرض إنهم 0.7. هسا لما تكون solve 1 لما ال V1 بتساوي 0.7، ال V1 هاي بتساوي 0.7. لما تكون 0.7 بتكون مثل هيك التيار 0.7. طيب هسا الديود جهد العتبة لإلهن، أول إشي نشوف إذن فورورد ولا لا. التيار ماشي هيك، للسيليكون فورورد مظبوط، للجرمانيوم فورورد مظبوط، إذا الثنتين فورورد. ثاني حالة بدنا نشوف إيه جهد العتبة لإلهم. يجب أن يكون الجهد المطبق أكبر من جهد العتبة لإلهم الاثنين، لإلهم الاثنين مع بعض. يعني السيليكون 0.7 والجرمانيوم 0.3. الحين هل 0.7 أكبر من 0.7 زائد 0.3؟ لا طبعا، 1 فولت أكبر من 0.7 إيش اللي هو الجهد المطبق عليهن. إذا بالحالة هاي شو بتكون؟ اختل أحد الشروط، إنه الجهد المطبق صار أقل من إيش الثيرمال فولتج. إذا الديود أوف، الديود أوف. شو يعني أوف؟ بتصير الدارة كأنها بهذا الشكل. لو من هون 1 كيلو، فصارت هاي ايش؟ open circuit لما يكون off، وهاي كمان open circuit، وهاي المقاومة هاي، هاي ground، وهاي ايش؟ ال V out، وهاي ال V out. هاي قيمتها 0.7، تيار بهذا الشكل. مثلا على حسب المطلوب الأول V1 0.7 find ال V out وال I out، فبتكون عندي ال I out لأنها عندي open circuit بتكون 0، وال V out هي نفسها إيش؟ جهد المقاومة. المقاومة هاي اعتبرها 1.5 كيلو أوم. هاي 1.5 كيلو، هون positive negative. ال V out هي نفسها ال V R، ال V out هي نفس ال V R، ولكن التيار 0، إذا ال V out 0. الحالة الثانية، لو كان عندي ال V1 بتساوي 6 فولت، 6 فولت هون بيكون التيار بهذا الشكل، 6 فولت بيكون التيار بهذا الشكل 6 فولت، والسيليكون زي ما حكينا 0.7، والجرمانيوم 0.3. هسه هون عندي 6 فولت جهد المطبق أكبر من ال 0.7 وال 0.3 اللي هي ال 1 فولت مجموحا. إذا في هاي الحالة إيش بكون الديود؟ الديود أون، شغال. كيف بتصير الدارة؟ عادي، دايود شغال. حكينا ايش؟ لما يكون الدايود شغال بعوض محل السيليكون والجرمانيوم، يعني الدايود بعوض محله ايش؟ ببطارية قيمتهن جهد العتبة. يعني بتصير بهذا الشكل، هاي 6 فولت وعند الدايود السيليكون 0.7 والجرمانيوم 0.3 وعندي مقاومة 1.5 كيلو مع ايش؟ الجراوند. هاي ال V out، هاي ال V out. طالب اللي هو ايش؟ نفس المطالب، طالب نفس المطالب ال V out وال I out. عشان اجيب ال V out لازم اجيب التيار بالاول. امشي لوب بهذا الشكل، امشي لوب. لو مشينا لوب من هون هيك بتكون ناقص 6
ناقص 6 زائد 0.7 زائد 0.3 زائد 1.5، طبعا كيلو، 1.5 كيلو في التيار ويساوي 0. التيار الاوت طبعا يساوي 6 ناقص 0.7 و 0.3 1 على 1.5 كيلو. 1.5 كيلو بتطلع ايش؟ 2 الكيلو بتطلع فوق ملي امبير، 2 ملي امبير. اذا الفي اوت معي التيار 2 ملي لانها نفس جهد المقاومه في 1.5 كيلو، كيلو مع الملي بتروح بيظل عندي 3 فولت، 3 فولت. طيب ناخذ مثال اخر وهو ايش؟ آخر مثال حيكون معنا. هذا مثال سهل كثير، بنسميها هاي سبيشال كيس أو حالة خاصة من الديودات. إذا بنلاحظ بالحالة هاي إنه عندي 2 ديود جهد نقطة واحد، عندي مقاومة طالب إيش؟ الـ ID، هو نفسه إيش؟ التيار اللي ماشي هون الـ ID اللي هي I للديود، تيار كرنت ديود. إذا بتلاحظ في الحالة هاي، إذا بتلاحظ في الحالة هاي إنه عندي ديود متعاكسين بالاتجاهات. طيب متعاكسين في الاتجاهات. طيب لو مشينا بخطوات الحل، عندي 10 فولت، 10 فولت بهذا الشكل، 10 فولت بهذا الشكل. هنا تيارها راح يكون هيك. طيب هسا لما التيار يمر في السيليكون، تمام والله فورورد زبطت، هنا فورورد. طيب التيار تابع، ايوه. في حالتها، في الحالة هاي انه الجرمانيوم شو راح يكون في الحالة هاي؟ راح يكون ريفيرس. واذا كان عندي ريفيرس شو بتكون؟ اوبن سيركت. اذا كان ريفيرس بكون اوبن سيركت. إذا العشرة فولت ناسبت السيليكون بس ما ناسبت الجرمانيوم. في الحالة إيش بكون عندي؟ open circuit، بتكون عندي open circuit. في الحالة هاي مستحيل أي ديود يشتغل لأنه ما عندي تيار. إذا ما عندي تيار ما في شيء راح يشتغل من الديودات. إذا الديود، الديود إيش؟ off. الديود off. هاي الحالة الـ ID بيكون ايش؟ صفر. والفي اوت بيكون شو؟ ايضا صفر. لو بسطنا الدائرة مثلا، هاي بتكون قلنا اوبن، وهاي ايضا اوبن لانهم اوف الاثنين راح يكونوا، وهون بهذا الشكل. وهي الفي اوت 1 كيلو كونوا بهذا الشكل، هاي 10. هاي التيار، تيار في دائرة open circuit صفر، والفي اوت هو نفس الجهد المقاومة، والمقاومة تيارها صفر. اذا الفي اوت صفر. لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا بنلاحظ في جميع الاسئلة اللي حليناهم لحتى الان انه تعاملنا مع ديود مع مقاومة بشكل ايش؟ على التوالي. في الفيديو القادم راح نشوف لو كانت عندي ديودات بشكل بارلل، ولو كان عندي ديود بارلل مع مقاومة راح نشوف كيف طريقة الحل راح تختلف. هذا كله ان شاء الله راح نشوفه في الفيديو القادم، ويعطيكم العافية.